أما صدام حسين ومعمر قذافي فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم، فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم. كنت من المدافعين عن الشعب العربي في العراق والشعب العربي في ليبيا عندما وقع فقط تحت الحصار. لا توجد كلمة في تاريخ حمدين صباح عن تأييد نظام لا صدام ولا معمر القذافي، وأنا صحفي أكتب وإعلامي أظهر ونائب لفي مضابط في البرلمان. وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، أيها القائد العربي الشجاع النبيل، أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإنما نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار، معنى من معاني قدرتنا على رد الظلم. فقد أعطى العراق طوال سنوات طويلة لأمته من روح الموقف ومن صحة المبدأ ومن التمسك بحق الأمة ومن الدفاع عن قضاياها القومية نموذجا يرفع الرأس وتتطاول به هاماتنا ونفخر به في كل مكان. كانت وقفتكم وقفة شعبنا العربي في العراق ضد العدوان الأطلسي الثلاثيني، وكانت وقفة كل الشعب العربي من مائه إلى مائه معكم دليلا على أن شعبنا يحسن الاختيار ويعرف مع من يقف. شعبنا الذي لم يمنح حكام الاستسلام أي درجة من الحب وشيعهم بدون دمعة هو شعبنا الآن الذي وقف معك أيها القائد، ووقف مع شعب العراق بمشاعره بدعواته وبما تيسر من دمه ليعبر عن معنى أصيل أن هذا الشعب لا يتخلى عن القادة الذين يعكسون ضمير هذا الوطن ويعبرون عنه. هذا الشعب به جوع حقيقي للكرامة، به جوع حقيقي لأن يتحدى أعداءه ويتصدى لغزاته وأن يقف شامخا أمام الذين يريدون له الركوع. وقد مثلتم في العراق ولا زلتم تمثلون معنى هذا الإباء العربي، معنى هذا الاحتياج في روح كل فلاح مصري وكل أم مصرية وكل شاب من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق إلى أن يجد على أرض أمته من يقول لا خالصة لوجه الله ولوجه هذا الوطن. نحن نفخر بالعراق لأن العراق تمكن من أن يقول لا في وقت أترعنا فيه من كأس نعم التي أذاقنا إياها أعداؤنا وحكامنا معا. نحن نفخر بالعراق لأنه دفع ضريبة لا دفعها من دمه ومن ماله ومن أرواح أبنائه، لكن ما دفعه العراق لم يضع سدى ولم يضيع سدى. ما دفعه العراق هو تحصين لكرامة هذه الأمة، بناء لأساس قدرة هذه الأمة على أن تقاوم، هو بالفعل بنيان صامد في وجه كل الذين يريدون لهذه الأمة أن تستلب مالا وثروة وقرارا وكرامة وتراثا ومستقبلا. ما أعطاه العراق هو في حبات عيون كل عربي وهو في قلوبنا، ولهذا نظن ونأمل أن يكون ظننا في مكانه بإذن الله أن العراق قد نصر الله ونصر أمته، فحق علينا أن نطمح أن ينصر الله العراق وينصره لنفسه وأمته. سيد الرئيس، أحدثك وأنا قادم من القاهرة وعائد إليه، وأقول لك أن مصر التي عرفتها وعرفتك في أيام نضالك الثوري، مصر تحبك، مصر تقف معك، مصر قلبها معك، مصر بكل ما تستطيع. حملتني أحد الأمهات في شوارع بلدتي الصغيرة
بلطيم عندما عرفت انني قادم من العراق قالت لي امانه عليك يا ابني تبص صدام حسين، وعندما قبلتك في بدايه هذا اللقاء كنت احمل مع قبلتي قبله من امهات مصريات كثر. مصر التي تعلم امهاتها ان ابنائهم جاءوا الى العراق وعادوا بنصيبهم من الكسب الشريف على ارض العراق بدون كفيل، مع حق التحويل، بدون اذلال المصريين. مصر التي كان يشعر كل شاب فيها هنا انه في وطنه، وان تعليمات القائد هو ان المصريين يعاملون كمواطنين بل لهم اولويه في اذا ما تعرضوا لشيء في ان ينصفوا. مصر تعتقد انها عندما تقف مع العراق فانما تقف مع نفسها. اقول هذه هي مصر، مصر التي تحفظ العراق في القلب والعين. لهذا لم يكن غريبا سيد الرئيس ان مصر عندما تعرض العراق للعدوان قد تفجرت في كل مكان بقواها الوطنية وبجماهيرها البسيطة مظاهرات ضد العدوان الاطلسي على العراق. واقول ان مصر يشرفها رغم ان المظاهرات عمت الوطن العربي من محيطه الى خليجه انها كانت المكان الوحيد غير الجبهة، جبهة القتال الذي سالت فيه الدماء دفاعا عن العراق ووقوفا مع العراق وامتنانا للعراق وحرصا على كرامة الأمة ممثلة في العراق. إنها دماء إخواننا الذين استشهدوا في جامعة القاهرة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان الأطلسي على العراق. لازالت مصر سيد الرئيس هي مصر التي عرفتها والتي نعلم أنك تحبها، إنها مصر الأزهر، مصر الفلاحين والعمال، مصر سليمان خاطر وسعد إدريس حلاوة الذين تصدوا للتطبيع، مصر ثورة مصر ومحمود نور الدين، مصر جمال عبد الناصر القائد العربي العظيم الذي سبقك إلى رفع نفس الراية التي ترفعونها، راية النضال من أجل كرامة هذا الوطن. من مصر هذه أتينا وإليها نعود، مملوئين بالثقة في مصر رغم وجهها الرسمي، مملوئين بالثقة في قدرة شعبنا العربي وهو يقاوم في فلسطين المحتلة ويقوم بعمليات استشهادية ترفع رأسنا، فخورين بشعبنا العربي في لبنان وهو يقاوم في جنوبه ويستشهد العدو الصهيوني، فخورين بقوانا الوطنية من المحيط إلى الخليج التي لا زالت تحلم رغم ما يبدو من ظلمة بوطن تتحقق على أرضه حرية لهذا الإنسان العربي، اشتراكية تعدل ووحدة تجمعنا من بعد فرقة. لا زال لدينا الأمل، نحن هذا الجيل من الشباب الذين تربينا على معارك هذه الأمة ضد أعدائها، الذين نشهد العراق الباسل الصبور يقف الآن ليقول لا لكل ترسانة الأسلحة والقوانين والقرارات والإعلام والإشاعات والتجويع. نحن هذا الجيل نريد أن نقول لك سيد الرئيس، نحن مملؤون بالأمل. لم تفلح سنوات الردة الطويلة في أن تجعلنا وقوعيين أو واقعيين أو مستسلمين أو مستعدين للانحناء أمام جحافل القوى الكبرى التي تريد أن تقتل في هذه الأمة الروح والكرامة قبل أي شيء آخر. ونحن ندرك أن القيمة الجوهرية لوقفة العراق الآن أنها تعطي لهذه الأمة روحا هي أصدق ما تكون تعبيرا عن تاريخها وأصدق ما تكون حرصا على مستقبلها. أعظم ما في وقفة العراق سيد الرئيس أنها تقول لنا نحن قادرون على أن نحن بالمستقبل، نحن قادرون على أن نأمل في المستقبل، نحن قادرون على أن نقاتل وعلى أن نقاوم. اسمح لي أن أسترجع كلمة جمال عبد الناصر العظيم، وأنا أشهد العراق يقاوم ويقاتل، عندما قال جمال عبد الناصر إن الذين يقاتلون يحق لهم أن يأملوا في النصر، أما الذين لا يقاتلون فلا ينبغي لهم أن ينتظروا شيئا إلا القتل. العراق الذي يقاتل بقيادتك، جماهير أمتنا التي تقاتل في كل مكان يحق لها أن تأمل في النصر. نحن لأننا نقاتل ما استطعنا إلى القتال سبيلا نأمل في النصر.
من حقنا من واجبنا أن نأمل في النصر. تحية إلى العراق، تحية إلى كل طفل وطفلة ورجل وامرأة في هذا المكان. نحن نشعر يا سيدي أننا مقصرون في حق العراق. نحن نتمنى لو أعطينا للعراق أكثر كثيرا مما نفعل. لقد بذلنا قدرا محدودا من الجهد، تظاهرنا، سجلنا على اسم العراق، جمعنا ما استطعنا من أدوية أو حليب من فقراء بقروشهم في محافظات مصر، قلنا ما استطعنا من كلمة في مؤتمراتنا السياسية. لكن ما أضعف أداءنا أمام وقفتكم العظيمة، ما أقل ما أعطينا أمام ما ينبغي أن نعطي، ولكن على قلة الزاد وعلى قلة العطاء نفخر بأن قلوبنا عامرة بحب هذا الوطن، عامرة بالإكبار للعراق العظيم، عامرة بتقدير المعنى الرائع لوقفتكم، وأننا قادرون بكم بشعبنا في كل مكان على أن ننهض من هذه الكبوة الطويلة، على أن ننتصر لأنفسنا لأننا ظلمنا، على أن نسترد لهذه الأمة قدرتها وحقها في مكانها الذي يليق بها تحت شمس هذا العالم، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة قادرة بإذن الله على أن تستعيد قدرتها، على أن تشع على الأمة هذه الرسالة، وعلى أن تثبت بجماهيرها وقادتها وبمن نقى على العهد ثوريا ممن وصلوا إلى سلطتها قادرة على أن تواجه زحف الأمريكان والصهاينة والتابعين لهم في قصور الحكام العرب. أيها الإخوة، أيها السادة، لعلي أخذت أكثر مما قدرت من وقت ولم أكن أعلم أنني مهيئ أو مطلوب مني الحديث، ولكن اسمح لي من قبل ومن بعد أن أحييكم وأن أعبر عن محبة شعبكم في مصر لكم، وعن وقوفنا معكم بكل ما استطعنا. ستنتصر هذه الأمة بإذن الله وسينصرنا الله. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلم لي على المرأة المصرية دي، حملتك السلام.